أكثر من 300 طفل سيتم ختانهم على مستوى مستشفى سليم زميرلي بالجزائر العاصمة. العملية انطلقت اليوم، وهذا بالتنسيق مع جمعيات وبعض البلديات المجاورة للمستشفى. المبادرة جاءت يعني بالتنسيق مع مختلف الجمعيات، مع مختلف البلديات المجاورة، حيث تم يعني دفع طلبات منذ 15 يوم. هذه المبادرة أيضا كانت تحت إشراف مصلحة الجراحة العامة، إذا سوف يعني تدوم ومدة يعني طيلة شهر رمضان الفضيل، بمتوسط ولا بمعدل نقول 35 طفل في اليوم. ارتياح كبير وسعادة بدت على عائلات وأولياء الأطفال، لا سيما وأن عملية الختان شهدت تنظيما وتأطيرا من قبل الطاقم الطبي والإداري للمؤسسة الاستشفائية. سجلنا احنا الطفل لهنايا، يعني كنت هنا في زميرلي، دفعنا الدوسي تاعنا، قالت دير البيلون تاعك، دوجنا البيلون تاعنا، انا جبنا معنا البيلون، الطبيبه دوزنا عن الطبيبه، قالت لك البيلون تاعك راه ما شاء الله يقدر يجوز، حنا راه نستناو هذوك واحد بالك ربع ساعه ان شاء الله نجوزو. جبت ولدي بليدي طهرو، راني فرحانه بها، نشكر الاداره تاع زميرلي مقايمين بالحاله. الكشافة الإسلامية من بين المشاركين في تسجيل ختان الأطفال بالمستشفى، وخصوصا المحتاجين منهم. كان استقبال حار من طرف الاطباء، كذلك حتى ما يخفاش بلي حتى تاع كما يقولوا لي بيرون تاع الدراري داروا لهنايا، نشكرهم بزاف بالمبادره هذه، وشي جميل نفرحوا للعائلات يعني المعوزه هذه. اجواء من الفرحه وصور تضامنيه صنعت بمستشفى زميرلي تزامنا مع عمليات الختان. هذه الاجواء ستستمر طيله ايام الشهر الفضيل.